بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييكم ويبارك فيكم. وقفنا مع المؤلف رحمه الله عند قوله في باب فروض الوضوء وصفته: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر فروض الوضوء ذكر أهم شروطه وهو النية، لأن الوضوء عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فلا تصح الطهارة إلا بنية. فلو استعمل الماء على أعضائه على الصفة السابقة لكنه لم ينوي الطهارة فإن هذا لا يرفع عنه الحدث لعدم وجود النية. وقوله الأحداث جمع حدث، وهو ما يوجب وضوءا أو غسلا، أي أن النية شرط لطهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر. وكذلك جميع الأحداث التي توجب الوضوء كالبول والغائط والريح وخروج النجس الفاحش من الجسد إلى آخره. وكذلك الأحداث الكبيرة كالجنابة والحيض والنفاس. قال: فينوي رفع الحدث، هذا بيان لكيفية النية عند الطهارة. ينوي المتوضي أو المغتسل بفعله هذا رفع الحدث الذي منعه من الصلاة وغيرها من العبادات التي تشترط لها الطهارة. فينوي رفع الحدث، ينوي بطهارته هذه أن يرتفع حدثه حتى يتمكن من أداء العبادة، أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني إما أن ينوي رفع الحدث وإما أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة كالصلاة. فإذا نوى بوضوئه هذا أن يصلي به، أو نوى باغتساله هذا أن يصلي به، فإن هذا يكفي عن نية رفع الحدث، لأن من لازم الصلاة ارتفاع الحدث، فإذا نواها كان ناويا ضمنا لرفع الحدث.
فإن نوى ما تسن له الطهارة من العبادات كقراءة قرآن، أو نوى تجديدا للوضوء مسنونا، والتجديد المسنون هو أن يصلي بالوضوء الأول، فإذا أراد أن يصلي صلاة ثانية وهو لم ينتقض وضوءه فإنه يستحب له أن يجدد الوضوء ولا يجب عليه ذلك دون أن ينقض الوضوء الأول. نعم، لأنه إذا نقض الوضوء الأول ما صار هذا تجديدا، نعم، إنما يكون وضوءا وإحداث طهارة جديدة. لكن هو توضأ وتطهر طهارة كاملة ثم صلى بهذا الوضوء، فإذا أراد أن يصلي صلاة ثانية فإن استمر على وضوئه الأول فلا بأس، وإن جدده فهو أفضل. هذا معنى التجديد المسنون. نعم. فإذا نوى التجديد المسنون ولم ينوي رفع الحدث ناسيا أن عليه حدثا، فإنه يرتفع حدثه في هذه الحالة، لأنه نوى عبادة تشرع لها الطهارة. أما إذا كان يعرف أن عليه حدثا ونوى تجديدا مسنونا ولم ينوي رفع الحدث فإنه لا يصح، لأنه حينئذ يكون متلاعبا بالعبادة. نعم. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. إذا نوى المسلم غسلا مسنونا كغسل يوم الجمعة أجزأ عن غسل واجب. فلو فرضنا أن إنسانا عليه جنابة يوم الجمعة ثم اغتسل ناوي الغسل المسنون ولم ينوي الغسل الواجب، فإن الغسل المسنون فإن نيته للغسل المسنون ترفع الحدث الذي عليه، لأنه نوى غسلا مشروعا، نوى غسلا مشروعا بطهارة كاملة، فيرتفع ما عليه من الحدث. وكذا عكسه، لو كان عليه جنابة صباح الجمعة وهو يريد الاغتسال للمسنون فاغتسل عن الجنابة فإنه يكفيه عن الغسل المسنون، اغتساله للجنابة يكفيه عن الغسل المسنون، ولا يؤمر بأن يغتسل مرتين، مرة للواجب ومرة للمستحب، لأن المستحب يدخل في الواجب ويحصل المقصود بذلك، والحمد لله. الحمد لله. قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. نعم، إذا اجتمعت عليه أحداث توجب وضوءا، كما لو بال وتغوط خرج منه ريح وخرج منه نجس فاحش من الجسد، فهذه كل واحد منها حدث يوجب الوضوء، فإذا نوى واحدا منها فإنه يجزئ عن البقية لحصول المقصود، ولا يلزمه أن ينوي جميع هذه الأحداث بوضوئه. فإذا نوى الاغتسال مثلا عن الغائط ارتفع حدث البول وحدث الريح وحدث غيره من الأحداث التي توجب الوضوء، فلا يلزمه أن ينويها جميعا، بل إذا نوى واحدا منها دخلت البقية، لأن الحكم سواء. هل يتصور أن ينوي المتوضئ رفع أحد الأحداث؟ نعم. أو المفترض أنه ينوي أن يكون طاهرا لما يستقبله من عبادة؟ يتصور أنه ينوي أنه ينوي رفع حدث البول مثلا، وهو عنده أحداث أخرى، فنيته لرفع حدث البول يرفع عنه بقية الأحداث لدخولها فيه.
جزاكم الله خيرا. أو نوى غسل، أو جسمعت عليه أحداث توجب غسلا. نعم. أحداث توجب غسلا كالمرأة مثلا عليها غسل، عليها غسل الحيض. نعم. وغسل الجنابة، فإنها إذا نوت أحد الغسلين أجزى عن الآخر. إذا نوت الاغتسال للحيض ارتفع عنها حدث الجنابة، أو نوت الاغتسال للجنابة ارتفع عنها حدث الحيض، لأن رفع واحد يرفع ما كان من جنسه، ومن نوى شيئا حصل له وحصل له نظيره وما دونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. نعم، هذا وقت النية، وقت النية من المتوضي. يا المتوضي ينوي، أو المغتسل ينوي عند بداية الطهارة، ينوي عند بداية الطهارة، فيجب وجود النية عند أول واجبات الوضوء وهو التسمية كما سبق. نعم. فينوي ثم يسمي ثم يتوضأ. ولو أنه عكس، سمى ثم نوى، فإنه لا بد من إعادة التسمية بعد النية، لأنها وقعت قبل النية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويسن وجود النية عند أول مسنونات الوضوء إن وجد قبل واجب، وهذا يتحقق في غسل الكفين من غير القائم من نوم الليل، فإن غسل الكفين قبل الوضوء لغير القائم من نوم الليل مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما القائم من نوم الليل فكما سبق غسل اليدين واجب قبل أن يغمسهما في الإناء، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا معنى قول المصنف ويجب الإتيان بها، يعني النية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فأول ما يبدأ به المتوضي النية، ثم التسمية، ثم يواصل الوضوء. وإذا كان، وأما غسل الكفين ففيه التفصيل السابق، يأتي بها قبل غسل الكفين، يأتي بالنية قبل غسل الكفين، سواء كان غسلهما سنة أو واجبا. فإن كان غسل الكفين سنة فالإتيان بالنية قبله سنة، وإن كان غسل الكفين واجبا فإن النية قبله واجب. نعم. قال: واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. نعم، يجب يستحب استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة من أولها إلى آخرها، تكون النية مستمرة معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فتكون النية مستمرة معه، هذا لا بد منه. هذا أليس يقوم تلقائيا في نفس المتوضع؟ هذا لا بد، قد تغيب عنه النية، قد لا ينويها، لكن وينويها عند أول الوضوء وتستمر معه إلى الفراغ من الوضوء، هذا وجوب، لأن ربما يكون هذا بابا من الوسواس، يعني أن يقال للمتوضع لا بد أن تستصحبها فيعالج نفسه، ولا بد من الاستصحاب. أي. الاستصحاب لا بد منه، لو نوى قطع النية بطل وضوءه، لو نوى في أثناء الوضوء قطع النية ثم عاد وأراد أن يتوضأ نقول له أعد الوضوء من جديد، لأنه قطعت النية ولم تستصحبها، فينوي عند البداية ويستمر ناويا
تستمر معه النية إلى الفراغ من العبادة، هذا لا بد منه في كل عبادة. إنما الكلام في الذكر، نعم. ذكر النية، تذكر النية هذا مستحب، تذكر النية مستحب. هل له له أثر في الأجر في مضاعفة الثواب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ نعم، لأن هذا يؤكد وجود النية، تذكره لها يؤكد وجودها واستمرارها معه، هذا مستحب، تذكرها مستحب. نعم. أما الحكم، حكم النية، فلا بد من وجوده في جميع الوضوء كما أسلفنا، يعني يستمر ويستصحب النية إلى أن يفرغ من العبادة، النية في قلبه، يعني يستصحبها في قلبه ويتذكرها أيضا بفكره، فتذكرها، فوجودها في قلبه هذا واجب واستمرارها واجب، فلو قطعها قبل كمال الوضوء بطل وضوءه. أما تذكرها في ذاكرته واستحضارها فهذا مستحب، فلو لم يتذكرها نقول وضوءك صحيح لأن النية موجودة في القلب. وهنا يجب أن ننبه إلى أن النية محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الوضوء يقول نويت أن أتوضأ، وإذا أراد الصلاة يقول نويت أن أصلي، وهكذا. فهذا كله من البدع المحدثة في الدين. نعم. قال: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق. لما ذكر رحمه الله فروض الوضوء وما يتبعها من النية، أراد أن يبين صفة الوضوء المشتملة على ما سبق. والوضوء له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة، والمراد هنا بيان الصفة الكاملة. صفته أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، ينوي الوضوء بقلبه، ثم يسمي بعد النية لتكون التسمية واقعة بعد النية، لأن التسمية عمل فلا بد أن تكون واقعة بعد النية. ثم يغسل كفيه ثلاثا، على التفصيل الذي سبق، إن كان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء فغسلهما واجب، وإن كان غير ذلك فغسلهما مستحب. ثم يتمضمض، والتمضمض إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه ثم مجه. ثم يستنشق، والاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم ينثره. ويغسل وجهه، هذا عضو واحد، المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه عضو واحد، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. هل السنة فيهما يا شيخ؟ السنة تقديمهما على غسل الوجه، ويجمعان يعني في كف واحد يتمضمض ويستنشق، أو يفصل بينهما؟ له أن يستنشق بثلاث غرفات ويتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات، وله أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، بأن يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ الثانية ويتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ الثالثة فيتمضمض منها ويستنشق، فيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، يقسم كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. فهذا هو العضو الأول، غسل الوجه، بما فيه من المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف داخلان في الوجه، فلا بد من غسلهما، وذلك بالمضمضة والاستنشاق. وتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه مستحب،
فلو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق صح ذلك. ثم بين حدود الوجه فقال من منابت شعر الرأس، يعني المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد، هذا حده طولا، حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. نعم، اللحيان هما العظمان اللذان في جانب الوجه يجتمعان في الذقن، يجتمعان في الذقن، في الذقن، وينبت عليهما شعر اللحية. فاللحية هي مجموع شعر العارضين والذقن. نعم، هذه هي اللحية، يغسلها مع الوجه، يغسل لحيته مع وجهه وجوبا، لأن اللحية من الواجب فيغسلها معه، فلو غسل وجهه ولم يغسل لحيته لم يصح وضوءه لأنه ترك بعض وجهه. وهذا مما يبين مكانة اللحية هذه التي حاربها كثير من الناس وحلقوها أو قصوها، فإنهم بذلك يعبثون بوجوههم ويحرفون شيئا من وجوههم وجمالهم الذي جعله الله لهم. هذا حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر، يعني نزل من اللحيين وهما العظمان اللذان في جانبي الوجه والذقن وهو مجموعهما من أسفل طولا، هذا حد الوجه طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حده من جهة العرض، من الأذن إلى الأذن، فكل هذه المنطقة طولا وعرضا يجب عليه غسلها لأنها وجه تحصل به المواجهة، وقد أمر الله جل وعلا بغسل الوجه في الوضوء. قال وما فيه من شعر خفيف، وما فيه يعني في اللحية من شعر خفيف يعركها بالماء مع الوجه. وأما إذا كانت اللحية كثيفة يعني ساترة للجلد فإن الواجب غسل ظاهرها، الواجب غسل ظاهرها مع ما استرسل منه، يعني لو طالت لحيته فإنه يجب عليه غسلها ولو طالت لأنها من الوجه. إذن قوله مع ما استرسل منه أي من الشعر، من شعر اللحية، نعم، من شعر اللحية، اللحية والعارضين، نعم، لأن العارضين من اللحية أيضا، نعم، فيغسل ظاهرهما إن كان كثيفا، وإن كان خفيفا فإنه يغسل ظاهرهما وباطنهما، يعني يعركهما في الإناء. وسبق أن اللحية الكثيفة استحب تخليلها، تخليلها بالأصبع مبلولة حتى يدخل الماء إلى داخلها، وهذا مستحب وليس بواجب، إنما الواجب غسل ظاهرها. نعم. قال ثم يديه مع المرفقين، العضو الثاني من أعضاء الوضوء يغسل يديه مع المرفقين لقوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار الماء على مرفقيه، وفي الحديث الآخر حتى أشرع في العضد، فالمرفقان داخلان في اليد التي يجب غسلها. نعم. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، هذا هو العضو الثالث وهو المسح، يمسح رأسه بالماء مع الأذنين لأن الأذنين من الرأس، قال مرة واحدة ولا يكرر المسح، بل يكفي مسحة واحدة، الإقبال والإدبار واحدة، صفته صفة المسح كما جاء في الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه،
ولا بد من مسح جميع الرأس، ولا يكفي مسح بعضه، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والرأس إذا أطلق يعم جميع الرأس ولا يكفي بعضه، كقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا في الحج والعمرة. فكما لا يكفي حلق بعض الرأس في الحج أو العمرة، كذلك لا يكفي مسح بعض الرأس في الوضوء، لأن الله أمر بمسح الرأس: وامسحوا برؤوسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وضع يديه على مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ومعناه أنه لم يترك شيئا من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام إلا ومسحه بالماء. نعم. فإن تعمد ترك شيء من شعر رأسه قليلا كان أو كثيرا يفضي إلى بطلان الوضوء؟ نعم، إذا ترك شيئا من شعر رأسه لم يمسحه فإن وضوءه غير تام، وبالتالي يكون غير صحيح. كما لو ترك بقعة في يده أو رجله تماما؟ تماما. الله أكبر. نعم. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. هذا هو العضو الأخير من أعضاء الوضوء، وهو غسل الرجلين مع الكعبين، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق. هذا هو الواجب غسله، الرجلين مع الكعبين. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وعرفنا الكعبين أنهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، ويجب غسلهما مع الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه مع الكعبين. نعم. وإطالة الغرة يا شيخ في الكعبين والمرفقين، يعني هل لها حد مشروع وحد غير مشروع أم يجوز؟ هذا غير وارد، وإنما فعله بعض الصحابة اجتهادا منه، فعله أبو هريرة رضي الله عنه اجتهادا منه، ولا يشرع يعني الزيادة على الواجب، فلا يغسل شيئا من الرأس يسميه الغرة، أو يغسل شيء من العضدين يسميه التحجيل، بل يقتصر على ما فرض الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، ثم يرفع نظره إلى السماء. نعم. إذا كان الإنسان قد قطع بعض أعضائه فإنه يغسل ما بقي منها، إذا قطع بعض العضو وبقي بعضه فإنه يغسل ما بقي من العضو ولو كان قليلا، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن قطع العضو كاملا ولم يبق منه شيء فإنه يسقط عنه حكم هذا العضو المقطوع لعدم وجوده. نعم. ولو قطع من المفصل، قطع من مفصل الكعب في الرجل، نعم، أو من مفصل المرفق في اليد، فإنه يغسل الباقي من الكعب ومن العضد، الباقي من الكعب ومن المرفق. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. إذا فرغ من الوضوء على هذه الصفة فإنه يرفع نظره إلى السماء. هذا المتوضئ، كل متوضئ يرفع نظره إلى السماء، وهذا فيه دلالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأن عبده يرفع بصره إليه لدعائه سبحانه وتعالى، يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد، يقول ما ورد، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.